مرحبا، راح احكي بهذا الفيديو عن السيستم الخاص بمحلات تياب. طبعا عندنا السيستم مالتي يوزر، مالتي لانجويج، بإمكاننا نطلب تقارير باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا حتى أعمل لوجن على السيستم بدي يوزر نيم وباسورد، بإمكاني أضيف عدد لا نهائي من اليوزرز ببيرميشنز متعددة وأكسس ليفل فول أور ميديوم أور لو، مع طبعا شوية سماحيات مثل إنه في عمل ديسكاونت أثناء البيع أو إلى آخره. عندي الستوك بنقسم ل 6 أصناف رئيسية أو مين كاتيجوريز. ضمن كل كاتيجوري بإمكاني إخلاء عدد لا نهائي من السب كاتيجوريز، وندخل الديسكريبشن الخاص بالايتم. طبعا هاي عندي داتابيز لمحل موجود مسبقا، بإمكاني أدخل الشركة، أدخل الكوانتيتي اللي عندي، رصيد أول مدة، ايتم ليمت، كرمال الاليرت انه امتى هاي القطعة بتخلص من عندي من الستوك. طبعا بدخل الكلفة، سعر المبيع الأساسي وسعر المبيع بعد ديسكاونت أنا بحدده، وسعر مبيع جملي على ديسكاونت تاني. عندي أول ديسكاونت 20% وتاني ديسكاونت 30%. طبعا بإمكاني غيره، أنا أعمله 15% أو 10% أو 40%، أنا بتحكم بهاي القصص كلها. ماني شايف بيتوفر بالسيستم عندي أداة منفصلة لطباعة الباركود بقياسات متعددة. ممكن محل التياب ناخد البيفور افتر، عفوا اوكي، يصير عندي السعر قبل السيل وبعد السيل. طبعا واجهة سهلة لإدخال فواتير المشتريات، طبعا السيستم ممكن إنه تلقائيا يعني يولد باركودات خاصة بالمحل اللي عندي، أو استخدم باركودات جاية مع القطع. واجهة سهلة جدا البيع طبعا، وانا بتحكم بحجم الازرار، كتير فليكسبل عندي. ممكن اني اتحكم هاي القصص من السيستم، مثلا هاي مجهزة لحتى تشتغل على بي او اس مش على اللابتوب. اوكي، مثل ما انا شايف هون عندي الكلاسات، اوكي، ضمن كل كلاس عندي السب كاتيجوريز. اوكي، شوف شكل الفاتورة كيف بيطلع. مثلا طبعا هاي الفاتورة A4، طبعا هون بتطلع عندي بيانات الشركة، وهون بتطلع عندي اللوجو، بس انا مش بحدد اللوجو لهاي اللحظة. شوف الفورم الخاص بالريسيت، طبعا هذا الكود اللي عم دخله هو الكود الخاص باليوزر، فيني ادخل يوزر نيم او يوزر اي دي. اوكي، راح اجرب اعمل سكاون مثلا 20%. اوكي، شايف طبعا الداتابيز هي مايكروسوفت اس كيو ال داتابيز. هذا شكل الريسيت، بيطلع عندي هون بيانات
الشركة، رقم الفاتورة وتاريخها ونوعها واسم الزبون مع تفاصيل الفاتورة. طبعا في واجهة منفصلة للتقارير، للصندوق، صندوق الكاش. بإمكاني أعمل تسكير للصندوق بفترة محددة كل ما أعمل جردي للصندوق. وأهم شيء عندي التقارير اللي بتضم الستوك، اللي هي بتعطيني شو في بضاعة موجودة عندي بالستوك بالتفصيل، حركة المواد، الأصناف اللي نزلت تحت الليمت اللي لازم أطلبها. وبإمكاني أطلب كشف الستوك بيوم محدد، مثلا عند المشتريات بإمكاني أطلب تقرير مشتريات أو ملخص أو تقرير مشتريات يومي أو إلى آخره، كله حسب تاريخ معين، مع إمكانية الفلترة دائما حسب صنف معين أو حسب كاتيجوري محددة. مثلا بدي بس الفساتين، أوكي ما عندي مشتريات فساتين في الداتابيس. أوكي عندي مثلا حسب الكلاس اللي شفناهم بالأول، حسب الأيتم نيم، حسب نوع المشتريات إذا كانت كاش أو ديبت، حسب اسم اليوزر اللي عمل العملية، كذلك الأمر بالنسبة للمبيعات. هاي لمحة سريعة عن برنامج، وإذا بتحب في بإمكاني أنزل لك ديمو.